وهنعمل عجة طعمية بالكرات والفلفل، يعني طعمية وبيض، ده دي العجة. اوكي، احنا بقى النهارده هنحط لها شوية كرات، هنحط لها شوية توم، شوية فلفل احمر. اوكي، يبقى شيء لطيف. عندي حلين والاثنين حلوين على فكرة، الاثنين شغالين. اني اعمل البيض اربه يعني واحط له الطعمية، خلاص كده بقينا عجة، واضيف الكلام ده عليه ني في ني. اوكي، وانزل قرص الطعمية بقى يستوي عادي لطيف يعني. والطريقة التانية اني اخد الكلام ده الاول زي ما تقولوا ايه كده يعني تحميرة كده، ها، وبعدين احطه على الكلام ده، شغال وده شغال. التحميرة الاولانية هتخليه يفقد الكثير من القرمشة بتاعته، وهتبقى شوية مزيتها، يعني زيتها عالي شوية. ليه بقى؟ لأن الزيت ده كله هيخش جوه الطعمية وأنا بقلبها مع البيض. أوكي؟ فأنا هتعمل إيه الطريقة الأولى، أنتوا بقى براحتكم بقى بعد كده اعملوا اللي عايزينه، بس أنا أفضل الطريقة الأولى. ليه؟ عشان بتبقى أخف شوية. بيضتين كفاية؟ والله كفاية قوي. يلا اوكي، نضرب بقى البيض. نضرب البيض يعني نضرب البيض، يعني نربه نربه. يعني ايه نربه؟ يعني لازم اخد منه كده يطلع لي فيه هواء. اوكي، لازم يطلع شويه هواء معاه، لان الهواء ده هيبقى احلى حاجه في ان هو يعلي لي الطعميه. اوكي، نضرب بقى. ولو ان انا قلت لكم قبل كده انه انا بحب اضرب لما اجي احط فلفل على البيض احطه وانا بضرب علشان ما يكلكعش، ده كلام مظبوط طبعا جدا، لكن بما اني هنا هحط حاجات تانية كمان، انجريدينتس تانية، مش هيكلكع على البيض حتى لو ان اراد، مش هيعرف، مش هيلحق. لازم افضل اضرب كده اخفق لغايه ما ايه احس بشويه الهواء ايه طلعوا بقوا جمال قوي. في هذه الاثناء بقى لازم ما انساش ان انا احط الزيت على النار. اوكي، زيت بقى، لا زيتون ولا ما زيتونش، زيت آلية حتى يعني، ها، حتى زيت آلية بس شويه حلوين يعني. اوكي، تمام يعني كده، على حسب ما يحطوا القرص كله. وعلى فكره قرص الطعميه ده مش سهل. اوكي، هناخد ادي بيضه وادي بيضة، لا معلش وادي بيضة. اوكي كده يعني، اهو ارجع اضرب تاني، هو ده. يلا شوية توم بقى، شوية كرات مش كتير قوي، وشوية فلفل أحمر برضه مش كتير. اوكي، يلا ما تحطوش بقى ايه كربونات ما كربوناتش الكلام ده، لا، هو البيض لما بيتضرب كويس هيديكوا النتيجة اللي انتوا عايزينها من غير مشاكل. اوكي، ادي عندي عجينة الطعمية خلاص خلصنا، هي دي. فيكوا بقى تحطوها مرة واحدة، ها، وبعدين تنزلوها براحتكم، فيكم تحطوها معلقتين معلقتين، انما يعني عادة هي بتتحط مرة واحدة. تعالوا نشوف كده، يا ولد يا ولد، حاجة ما تلزقش خالص اساسا، مهم جدا، مهم جدا انكم ما تلزقش. اوكي، ولازم اعرف انه طبعا كل دي حاجات نية تستوي يعني. اوكي، يبقى لازم اسوي، ما العبش بقى فيها كتير لغايه ما تعمل كراست من تحت تمسك نفسها. اوكي، هيبان ده امتى؟ لما اجي اعمل كده والاقيها ايه كلها بتتحرك ازاي كده. بصوا بقى اهو كده كلها بتتحرك، ما دام بقى تتحرك كلها كده يبقى هي ايه بدات من تحت تجمد. اوطي النار بقى شويه. اوكي، ليه؟ عشان ما اخليهاش تستوي قوي من تحت تنشف او يعني تتحرق، ها، قبل ما ايه السوى يطلع لفوق. اوكي،
بالراحة بقى عليا وأعمل حركات. شو يعني حركات؟ يعني كده. طبعا بعد ما اعمل الزيت ده اللي انا بحطه على الوش ده، ممكن جدا جدا اقوم حاططها تحت الشوايه في الفرن. اوكي، تحت الشوايه في الفرن هكذا. ونستنى عليها شويه بقى، مش هقفل بقى، خليها كده ها عشان الايد بتاعتها مش بتاعت كلام من ده. اوكي، دقيقتين ثلاثة ونبص عليها كت، ننزلها في الحندوتة. يلا يلا يلا، انا هنا اهو، يلا يلا اهو. ها يلا ولا ايه؟ يلا. اوبي يلا اوبا. اوكي يلا، اوكي حبيبي، يلا نقفل ده بقى كده، وناخد ايه شويه خضره لطيفه. تعالى لي لالي، نعمل شويه خضره لطيفه.